11 أيلول يوم غير العالم. بعده قسمت واشنطن الدول والأنظمة إلى محورين، محور الخير ومحور الشر. ومع هذا طرحت الأسئلة، هل الصراع هو بين الشرق والغرب، بين المسلمين والمسيحيين؟ وهل صحت نظرية صدام الحضارات؟ كيف وصلنا إلى ما نحن عليه الآن؟ شرق غرب، في أولى سلسلة حلقات حوار تلفزيونية بين الشرق والغرب نبدأه بالنقاش بين بيروت ونيويورك مع سياسيين، أكاديميين، طلاب وناس عاديين من أمريكا والعالم العربي لطرح الأسئلة الصعبة في محاولة للجواب. ختاما في نهاية هذه الحلقات، كيف نحول ما جرى حدثا إيجابيا يخدم الشرق والغرب في حوار للحضارات؟ معي في الاستوديو من تايم سكوير نيويورك السناتور الجمهوري السيد مارتي جولدن. مساء الخير مستر جولدن، ونحن نشكرك على هذه المشاركة. السيدة كيري بيكيت عن نادي الشباب النيويوركي الجمهوري. Good evening. الجندي السابق بول رايكوف. جون ألبرت وهو منتج ومخرج تلفزيوني. بول ميلر فنان عالمي ودي جي. معي أيضا من نيويورك أرون أوكونل طالب جامعي، والجمهوري والمرشح لدخول الكونغرس أنتون سردونوفيتش. مساء الخير سيد سردونوفيتش. معي أيضا جيريمي غليك مناضل من أجل القضية الفلسطينية وقد فقد أباه في 11 أيلول. لويس جيلورمينو وهو فايس بريزيدنت نيو إيرا ديموكرات. مساء الخير سيد جيلورمينو. وأرحب بأمين عام المجلس العالمي للدين والسلام السيد ويليام فندلي. Good evening. أنتقل إلى بيروت لأرحب وأستضيف بالدكتور خليل خليل، محلل سياسي أكاديمي سعودي ودبلوماسي سابق. مساء الخير دكتور خليل خليل. أهلا، مساء الخيرات. أقول مساء الخير أيضا لخالد مسالمي، طالب حقوق من سوريا. أرحب بعصام سلطان، محامي من مصر. مساء الخير. أرحب أيضا بكاتيا سرور، صحفية لبنانية. أهلا وسهلا. ورامي أبو حمدي من فلسطين، مهندس كمبيوتر. أقول أيضا مساء الخير للمحامية الأستاذة بشرى الخليل، محامية مع مجموعة المحامين الذين تبرعوا للدفاع عن صدام حسين. مساء الخير. معي الزميل الصحافي من الجزائر طارق حاجي. مساء النور. الصحافي الأردني فؤاد حسين. مساء الخير. أيضا من الأردن مهند غالب بن هاني، محام. مساء الخير حضرة الزميل. مساء النور. وأقول مساء الخير لأبو بكر الصديق من السودان. مرحبا، مساء الخير. ينضم إلينا من العراق عضو نقابة المحامين العراقي الأستاذ مجيد هداب الهلهول. مساء الخير، ينضم إلينا من بغداد. مساء النور. السؤال الأول للسناتور مارتي جولدن. سيد جولدن، 11 أيلول وما بعده، هل الصراع هو بين الشرق والغرب أم بين المسلمين والمسيحيين؟ وأين أنت من نظرية هنتنكتون حول صدام الحضارات؟
بالتأكيد هذا الصراع ليس بين المسلمين والمسيحيين. ما أراه هنا في مجتمعنا بعد 11 من أيلول، لدينا جماعة من اللبنانيين المسيحيين الذين هم هنا منذ 100 سنة، وهنالك ناس من العراق وإيران وفلسطين، وهنالك جماعات كثيرة في منطقة ومدينة نيويورك، وهنالك جماعة من السوريين الأرثوذكس، وليس هنالك أي حادث يحصل بين أي من هذه الفئات أو المجموعات. إذن هذه المجموعات موجودة ضمن مجتمعي، ونحن نعيش تحت راية واحدة، ولكل واحد رب يؤمن به ويصلي له في كنيسته أو في مسجده، ونحن لا نواجه أي مشكلة في هذه الأمة. فهذه الأمة موجودة منذ 237 سنة، وهذه الأمة موجودة وهي أعظم دولة في العالم. وهذا ما أراه، إنه ما أراه في دول الشرق الأوسط هو أمر طبيعي. لدينا 400 ديمقراطية في العالم، وكل سنة تنضم ديمقراطيات جديدة، وأفغانستان والعراق ستصبحان ديمقراطيتين جديدتين، وسنرى ذلك في الشرق الأوسط لو أراد الشرق الأوسط السلام الذي نراه هنا في أمتنا في الولايات المتحدة. سيد، ولكن سيد جولدن، السؤال إذن الصراع هو مع من اليوم؟ هل هو بين الخير والشر؟ من يمثل الشر ومن يمثل الخير؟ هل حكما أمريكا تمثل الخير؟ لا أعتقد أن هذا الصراع هو بين الشر والخير. أنا أؤمن بأن الأمم لديها طريق كبير تقطعه قبل أن تنضج، وأظن أن بعض دول الشرق الأوسط أمامها وقت قبل أن تنضج، والأمر أو الطريقة الوحيدة لكي تنضج أمة هي بواسطة الديمقراطية، حيث يكون للناس صوتهم في الحكومة بدلا من رؤية أسرة واحدة أو فرد واحد يحكم. وعندئذ سنرى النتائج التي نراها هنا في الولايات المتحدة. إذن هل هو صراع بين الشر والخير؟ لا أظن ذلك. ما أقوله هو إن أمتنا تعمل بشكل جيد لأن الشعب هو الذي شكلها، وأعود إلى ما قاله لينكولن في الستينات، إنها من أجل الشعب. وحين تقوم الشعوب في الشرق الأوسط في العالم أجمع بفهم ذلك، وحين نعطي المجال للشعوب بأن تتكلم وأن يكون لديها صوت في الحكومات، عندئذ سنرى السلام والتناغم. بول، رأيتك تبتسم على ما قاله حضرة السناتور، لماذا؟ كنت مهتما بسؤالك أكثر. أظن أن هنالك رمي أو لذرات الغبار على الناس. أنا بقيت في بغداد حوالي سنة، وأظن أن الناس العاديين ما يفهمونه ليس أو يستطيع السياسيون أن يفهموا أن هنالك أمور مشتركة بين بعضنا البعض، والكلام عن الشر هو أمر غير صحيح، وأظن أن الاتجاه الشر هو اتجاه سيء.